خصك تراعي الغيره ديال الزوجه ديالك. شي واحد دابا كتلقاه عنده شي تليفون كتمشي مرتو كتقلب ليه التليفون ويغوت علاش تقلبي التليفون وانا كذا، ويقدر يضربها كاع ونجري خرجي عليا وهزي حوايجك. راه كتغير عليك مرتك، راه كون كنتي انت يعني نيا ما غديرش الكود 70 تليفون ديال الكود ديال لوجه ديال البصمات ديال الرجلين ديال الارقام ديال اللغه. اذا عندك شي حاجه تما، علاش انت غدير الكود ديال التليفون؟ علاش انت غتمشي للبيت اخرى بالليل وتسد عليك وتبقى شاد في التليفون ومرتك ناعسه؟ راه غتشك. ولا انت كيعيطوا لك العيال تيهضروا معاك صباح وعشيه وكتضحك مع هادي وتضحك مع هادي. خصك تراعي الغيره ديال مرتك، المره الا ما كتغيرش عليك راه تما راه مشكل. التصرفات اللي كتصدر من المراه من باب الغيره كنتعاملوا معها معامله خاصه. والغيره نوعان، هناك غيره مشروعه وهناك غيره مذمومه. وهناك شك مشروع، كاين الاسباب اللي كتخلي الانسان يشك، وهناك شك شيطاني تيدخل من الوساوس. خصنا نعرفوا نتعاملوا مع هذه الامور، ماشي الانسان هو يعني كيخرج يبات على برا ما عرفاتوش المراه فين كان ويقول لك لا ما تسولينيش ماشي شغلك. راه ما هذا ماشي كلام، راك مزوج. واش هي تخرج تبات فين ما عجبها، وانت تخرج تبات فين ما عجبك، وانت ماشي شغلك وهي ماشي شغلها؟ يا ما بقى ما بقى ما بقى ما بقاش ما بقاتش هذه اسره، ولات هذه كوميساريه، شي داخل شي خارج. لا لا، بدنا نراعيو هاد المواصفات ونراعيو الغيره ديال الزوجه.